بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم وجميع ما يتعلق بأمور الحج من استوديو القصيم. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نستفتح هذا اللقاء في صدى عندك يا شيخ. في صدى؟ نعم. طيب، لعل الإخوان يعالجون ذلك. نعم. نستفتح هذا اللقاء بقول الحق تبارك وتعالى في سورة الحج، في هذه الآيات المباركات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فيه صدى عندك، صوتك فيه صدى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك صوتي في صدى الإخوان. طيب، سوف نعالج هذه الترددات في الصوت من قبل الإخوة في الماستر كنترول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى عامرا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لما فرغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل من بناء البيت، قال له ربه سبحانه: أذن في الناس بالحج. قال: يا ربي، وما يبلغ صوتي؟ قال سبحانه وتعالى: أذن وعلي البلاغ. فصعد إبراهيم على الصفا وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأجابه كل من حج هذا البيت من وقته إلى أن تقوم الساعة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني ماشين، وعلى كل ضامر، يعني راكبين، يأتين من كل فج عميق، يأتون إلى هذا البيت من كل طريق، من كل وجه من وجوه الأرض، مجيبين هذا النداء من كل فج عميق، يعني بعيد. فهم يأتون إلى هذا البيت من قريب ومن بعيد لأجل الحج، مجيبين لنداء ربهم على لسان خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يشهدوا منافع لهم، يعني ليحضروا منافع لهم، ليشهدوا يعني ليحضروا منافع لهم. ولم يحدد هذه المنافع، لأنها كثيرة والحمد لله، فالحج فيه منافع كثيرة، دينية ودنيوية وعلمية، تعارف وتآلف وتلاق بين المسلمين، وأيضا فيه مظهر من مظاهر الاجتماع، اجتماع المؤمنين من أصقاع الأرض، وإما يشيع بينهم تعارف
والتآلف والمحبة والتلاقي، وأن يتلقوا العلم بعضهم من بعض، في ذلك مصالح، ومصالح أيضا تجارية، ومصالح لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يحددها، بل قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. ويذكر اسم الله مع هذه المنافع، يذكر اسم الله في أيام معدودات، في أيام معلومات، وهي عشر ذي الحجة، يذكر الله جل وعلا، يذكر اسم الله جل وعلا بالتكبير في هذه الأيام، ويذكر اسم الله تعالى بصيام هذه العشر، ويذكر الله سبحانه وتعالى بالتلبية، فهم يشتغلون بذكر الله سبحانه. وهكذا ينبغي لمن أقبل على الحج أن يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى، ويذكر اسم الله في أيام ما معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكذلك يذكرون اسم الله على ذبح الهدي، فحينما يذبحون الهدي فإنهم يسمون الله عليه سبحانه. وأيضا ذبح الهدي نفسه ذكر لله وعبادة لله سبحانه وتعالى من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، فلا يجوز الهدي من غير بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس، وأطعموا البائس الفقير. يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالمشروع في الهدي أن يأكل منه المهدي، وأن يتصدق منه، وأن يهدي لرفقته، هكذا الهدي، هدي التمتع أو هدي القران. ويذكر اسم الله على في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم إذا فرغوا من أداء حج، من أداء مناسكهم، فإنهم يلبسون ملابسهم ويتنظفون ويتطيبون، ويزيلون ما علق بهم من روائح وعرق في أيام الإحرام، وقد لأنه قد يطول ذلك عليهم، فيزيلونه إذا تحللوا من إحرامهم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، إذا كان عليهم نذور نذروها من طواف أو من طواف أو ذبح أو تصدق أو غير ذلك من النذور، والوفاء بالنذر واجب إذا كان نذر طاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثم قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، الطواف بالبيت العتيق الذي هو الكعبة المشرفة، سماها الله بالبيت العتيق، قيل العتيق بمعنى القديم، وقيل العتيق بمعنى الذي اعتقه الله من أيدي الجبابرة وحماه منهم ولم يصلوا إليه بأذى، فهو باق بأمر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ونذكر السادة الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا البث وهذه الحلقة في برنامج فتاوى، بأن هذه الحلقة مخصصة فقط عن الحج والعمرة وما يتعلق بالمناسك، كي نستفيد الحقيقة من علم الشيخ. وهناك أسئلة كثيرة تتعلق بهذا الموسم العظيم وهذا الركن العظيم. شيخنا الكريم الذي يريد أن يضحي من المشروع في حقه، وإذا دخلت العشر وفي اليوم الثاني أو الثالث من ذي الحجة أخذ من شعره، ماذا يلزمه؟ الذي يريد أن يضحي أن يذبح أضحية، فإنه إذا دخلت العشر يمسك عن شعره وأظفاره، لا يأخذ منها شيء،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره شيئا حتى يذبح أضحيته، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ منها شيئا ناسيا فلا شيء عليه، وإن أخذ متعمدا فليستغفر الله ولا يعود لمثل هذا، والحمد لله ليس عليه شيء، ليس عليه فدية أو كفارة. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج، يقول السائل: أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأخيرة من رمضان؟ قال العلماء: ليالي العشر في رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأما الأيام فأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، ما الفرق بين المتمتع والقارن، وهل عليهما هدي؟ كلاهما نوى عمرة وحجا، ولكن المتمتع أدى عمرة مستقلة قبل الحج وتحلل منها ثم أحرم بالحج، وأما القارن فإنه يحرم بالحج والعمرة ابتداء من الميقات أو من المكان الذي نوى منه خارج الحرم، ويبقى على إحرامه إلى أن يذبح هديه في يوم العيد ويرمي الجمرة ويحلق رأسه ثم يتحلل منهما جميعا، لأن العمرة داخلة في الحج. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: التوحيد في الحج كيف يتحقق، وما معنى التلبية؟ كل الأعمال لا تقبل عند الله إلا بالتوحيد، إذا كان فيها شرك أكبر أو أصغر فإنها لا تقبل. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، وأما الشرك الأصغر فهو يحبط العمل الذي خالطه ولا يحبط الأعمال الأخرى. ولكن على المسلم أن يكثر من التلبية، وفيها لا شريك لك لبيك لا شريك لك، فينفي عن الله الشريك في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. وكذلك يشترط للعبادة شرط آخر، وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيتجنب البدع والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيتجنب الشرك ويتجنب أيضا البدع والمحدثات، ويتمشى مع الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. أتم الحج على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والعمرة كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وأتم الحج والعمرة لله، يعني مخلصين. فهذا فيه الشرطان، شرط المتابعة وشرط الإخلاص. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، والأسئلة خاصة بأحكام الحج والعمرة فقط. هذا السائل أبو أيمن يقول: شخص عمره يا شيخ في 33، لم يحج ومقبل على الزواج، بأيهما يبدأ، وهل يؤجل الزواج لأن النقود عنده قليلة؟ إذا كان محتاجا إلى الزواج فإنه يقدم الزواج، إذا كان محتاجا إلى الزواج وخاف على نفسه إذا لم يتزوج من الوقوع فيما لا يجوز، فإنه يبدأ بالزواج ويؤجل الحج. أما إذا كان لا يخاف على نفسه من العنت فإنه يبدأ بالحج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، عن التلبية، ما حكمها، ومتى تبدأ ومتى تنتهي؟
حكم التلبية الاستحباب، فلو لم يلبي فحجه وعمرته صحيحان، وتبدأ التلبية من حين يحرم، من حين يحرم يقول لبيك اللهم لبيك، وتنتهي برمي الجمرة في الحج، جمرة العقبة يوم العيد، وفي العمرة إذا شرع في طوافها، إذا شرع في طواف العمرة فإنه تنتهي التلبية. نعم. نأخذ الأخ نايف ونرجو أن تكون الأسئلة في محيط الحج والعمرة، تفضل يا نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام الأول يا شيخ صالح، بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل، ما أدري ما صحة هذا الحديث، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لحظة يجاوب الشيخ، لحظة يجاوب الشيخ. أقول الحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا استيقظ من الليل يذكر الله عز وجل، يذكر الله إذا استيقظ من الليل أثناء نومه فإنه يذكر الله. نعم. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للشخص الذي لا يتوفر لديه المال للحج، هل يسقط عنه الحج؟ نعم، إذا لم يستطع الحج لا ببدنه ولا بماله، فإن استطاع الحج بماله ولم يستطع ببدنه دائما لا يستطيع كالشيخ الكبير الهرم، فإنه يوكل من يحج عنه إذا استطاع بماله، أما إذا لم يستطع ببدنه فإنه لا يجب عليه، وإذا لم يستطع بماله ولا ببدنه إنه لا يجب عليه حج. نعم. أحسن الله إليكم. حديث يا شيخ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم، حديث صحيح، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، والرفث هو الجماع ودواعيه، لأنه إذا أحرم يحرم عليه الرفث، الجماع ودواعيه، والفسوق هو المعاصي، سميت فسوقا لأنها خروج عن طاعة الله، والفسوق معناه الخروج، فإذا سلم الحاج من هاتين الآفتين الرفث والفسوق فإنه يرجع مغفورا له من بلده، يرجع إلى بلده كيوم ولدته أمه سليما من الذنوب، لأن المولود حينما يولد ليس عليه ذنوب حتى يبلغ الحلم، فكذلك إذا حج حجا على الصفة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفث ولم يفسق فإنها تكفر ذنوبه وخطاياه فيعود كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنوب، وهذا فيه فضل الحج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو إبراهيم يرجو من الشيخ صالح الفوزان كلمة للقائمين على حملات الحج، وبماذا تنصحونهم مأجورين؟ ننصحهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن ينصحوا لمن حج معهم ودفع لهم المال، كما يأخذون منه المال فإنهم أيضا يمكنونه من أداء المناسك على الوجه المطلوب، ونحن نسمع الآن فيه أن الحملات على قسمين، أن تريد حج صحيح، حج كامل، أو تريد حج ناقص الذي يبيت في العزيزية، أو تبيت في منى. فإذا كنت تبيت في العزيزية فيخفضون لك، إذا كنت تبيت في منى تشترط هذا، يكون هذا أكثر أجارا، وهذا لا يجوز لهم، الحج هو الحج، ولا يجوز لهم هذا الأمر، ولا يقسم الحج إلى حج رخيص وحج غالي، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وعليهم أن يمكنوا الحجاج من أداء مناسكهم، وعليهم أن يوفروا لهم حاجاتهم التي تكفلوا بتوفيرها. نعم.
ناخذ عبد الرحمن من أبها. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير يا شيخ. وبركاته. حياك الله، تفضل. حياكم الله. استفسر يا شيخ عن صفة الحاج المفرد من بداية الإحرام وحتى الوداع. نعم، المفرد إذا أحرم بالحج من الميقات أو من أي مكان نوى فإنه يحرم ويبقى على إحرامه حتى يؤدي المناسك يوم العيد، يرمي الجمرة ويحلق رأسه ويطوف ويسعى ثم يتحلل من إحرامه. نعم، بقي شيء عبد الرحمن؟ شكرا. فضيلة الشيخ، هذا أبو عبد الملك يقول: أريد أن أحج عن والدتي المتوفاة، فأيهما أفضل؟ هل أقوم بنفسي عنها في الحج أو أعمل لها صدقة مياه أو سبيل أو غير ذلك من الأعمال الصالحات؟ إذا كانت لم تحج فإنه يجب، فإنه يحج عنها، يبدأ بالحج عنها إبراء لذمتها. إن كانت تركت مالا فإنه يؤخذ من تركتها ما يحج به عنها، وإن لم تترك مالا وأراد قريبها أو أحد من المسلمين أن يحج عنها تبرعا منه لها فهذا شيء طيب وينفعها ذلك ويبرئ ذمتها أيضا من الحج الواجب. نعم. هذا السائل يقول: الشيخ، متى يبدأ وقت الإمساك عن أخذ الشعر والأظافر؟ وإذا أخذ الإنسان مع دخول الشهر في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع؟ يبدأ الإمساك عن أخذ الشعر والأظافر لمن يريد أن يضحي من حين نيته. إذا نوى أن يضحي فإنه يمسك عن شعره وأظافره حتى يذبح أضحيته. نعم. غالب من عرعر، تفضل يا غالب. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. تفضل. جزاك الله بالخير. حبيت أسأل يا شيخ عن الهدي حق الطريق الراجحي، طريق صرافات الراجحي، متى يدفع؟ أنا ناوي أحج متمتع إن شاء الله، فكيف؟ طيب، يعني أدفع الآن ولا أدفع؟ تقصد مكتب الهدي؟ أصبر يا أخي، أنت تقصد مكتب الهدي الذي عمدته الحكومة أنه يأخذ ثمن الهدي ويذبح بالنيابة عن أصحابه؟ إذا كان تريد هذا فهذا طيب، يعني تدفع لهم هنا أو في أي مكان، لكن يعطونك إيصال أيضا، إثبات أنك سلمت لهم هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: بماذا ينبغي للحاج أن يشتغل فيه، وما أهمية المناسك والتفقه فيها؟ الدرجة الأولى يجب عليه أن يؤدي المناسك، وأتم الحج والعمرة لله، أن يؤدي المناسك على الوجه المطلوب خالصا لوجه الله عز وجل وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الواجب على الحاج، أن يحج حجا موافقا للكتاب والسنة وخالصا لوجه الله عز وجل. وأما معرفة أحكام الحج فما أشكل عليك تسأل عنه العلماء، ولو أنك أخذت كتابا مختصرا في مناسك الحج من المناسك الموثوقة وقرأته وتمشيت عليه وسألت عما أشكل عليك، يكون هذا أتم وأوفى وأحسن. نعم. عقاب من الرياض، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. يا شيخ، نويت بالحجة عمر بدون إذن العمل، نويت بالحجة عمر بدون إذن العمل، هم مو برافضين
ولكن عندي إجازة عائلية طبعا من وقت الشراحج. لا يا أخي، إذا كنت أنك مأجر نفسك فلا بد أن تستأذن من المستاجر الذي استأجرك لعمل أو لي، لا بد يأذن لك، لأن الوقت له، صار له يدفع لك بدل ذلك، يدفع لك المال الأجرة، فوقتك مملوك له، لا بد أنك تستأذن منه. نعم. طيب، الأخت أم مرام تقول لي أخت عمرها في الستين لم تحج لظروفها الصحية، وهي الآن على فراش سرير المرض، هل تسقط عنها فريضة الحج؟ وما الواجب على أولادها مأجورين؟ إذا كان عندها مال تستطيع منه الحج ولكنها لا تقدر ببدنها دائما، يعني مرض مزمن ولا تستطيع الحج لا حاضرا ولا مستقبلا، فإنها تنيب من يحج عنها وتدفع له تكاليف الحج. نعم. فضيلة الشيخ، الذين يأخذون الأجرة عن الحج عن الغير ويبالغون في أخذ هذه الدراهم، فضيلة الشيخ، هل يجوز لهم ذلك؟ هذه ليست أجرة يا أخي، العبادات لا يؤخذ عليها أجرة، ولكن يأخذ ما يحج به، مؤونة الحج، ما يستطيع أن يحج به من زاد ومركب وحاجة لا بد منها يأخذ، أما أنه يأخذ يكون قصده من النيابة في الحج أخذ المال، هذا ليس له حج، هذا ليس له حج لأن قصده المال، أما أنه يحج أنه يأخذ ليحج، في فرق بين كونه يأخذ ليحج أو كونه يحج ليأخذ، يحج ليأخذ ما يجوز، أما يأخذ ليحج لا بأس. نعم. أحمد من مكة، تفضل أخي أحمد. أحمد. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالله أكلم فضلك. السلام. تفضل. أنا شيخ العام نويت إني أحج السنة هذه، وقدر الله إني توظفت وظيفة وشغلتني يعني الوظيفة في الحج، فهل علي إثم أم لا؟ نعم. أعد السؤال يا أحمد. أنا العام السنة اللي راحت نويت إني أحج السنة هذه وتوظفت وظيفة موسمية يعني في الحج، فهل علي إثم عن النية أم لا؟ ليس عليك إثم، إذا أديت العمل وتمكنت من الحج وأذن لك صاحب العمل لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ ويقول: من حج قارنا ولم يستطع أن يدفع الهدي، فضيلة الشيخ، ما الحكم لأنه فقير؟ هل يسقط عنه الهدي؟ لا، ما يسقط عنه الهدي، يكون عليه الصيام، يكون عليه الصيام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يصوم 10 أيام، تلك 10 كاملة بدل الهدي للمعسر. نعم. يقول الشيخ: حدثونا عن خصائص البيت الحرام. خصائصه كثيرة. أولا أنه لا يطاف في بنية على وجه الأرض إلا على البيت العتيق، الطواف مخصص بالبيت العتيق، فلا يجوز الطواف بالمقامات والأضرحة والقبور وغير ذلك، وكذلك أن الله فرض الحج على المستطيع مرة في العمر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن خصائصه أن من أتاه حاجا ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم.
محمد من حفر الباطن، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. سؤالي يا شيخ، الحلاقة وقص الأظافر اللي من الأضحية، هل هو قبل الغروب؟ لازم يعني قبل غروب الشمس؟ نعم. من أراد أن يضحي وأراد أن يحلق ويقص أظافره، هل هو نعم قبل الغروب؟ أقص وأحلق قبل غروب الشمس مثلا اليوم؟ إذا نوى أن شوف يا أخي، إذا نوى أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره عشر في عشر ذي الحجة، ما إذا بدأ العشر يمسك إلى أن يذبح أضحيته. نعم. طيب يا شيخ جزاك الله خير، الليلة مثلا احتمال يكون الليلة واحد الشهر، إذا الشهر نالك هل يمديني أحلق الآن؟ لا، هو اللي سمعت انه الليله من ذي الحجه انه رؤيا الهلال. نعم. يعني شكرا. خلاص بعد غروب الشمس خلاص بارك. بدايه الليل يا اخي، اذا بدا الليل خلاص. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل يا شيخ، ما افضل الدعاء للحاج سواء في منى او في عرفات او في الاماكن المباركه؟ نعم. يسأل عن أفضل الدعاء بالنسبة للحاج في موقف عرفة. يقول صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. نعم. محمد من الرياض، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ شيخ أنا أخذت عمرة في شهر عشرة. عليكم السلام، خير الحمد لله. أخذت عمرة في شهر عشرة وناوي إن شاء الله الحج مفرد، فهل علي طواف قدوم أنا نازل أو أتوجه إلى منى مباشرة؟ لما أخذت العمرة وين رحت؟ سافرت رجعت الرياض. البلادك؟ الرياض. رجعت الرياض. نعم. رجعت لبلدك؟ ايوه. اي نعم. اذا اردت الافراد لا باس، لانك ما نويت بها التمتع، العمره هذه ما نويت بها التمتع ورجعت الى بلدك. نعم. يعني علي طواف قدوم وسعي؟ عليك طواف للحج وسعي للحج، انت مفرد تقول. اي مفرد. نعم. طواف للحج وسعي للحج، وعليك طواف الوداع عند السفر. يعطيك العافية، جزاك الله خير. إذا وصل الحاج للبيت العتيق وهو متمتع، فما المشروع في حقه؟ المشروع في حقه أن يبدأ بالطواف، طواف العمرة. ومتمتع أول شيء يبدأ به طواف العمرة، هو تحية المسجد الحرام، الطواف هو تحية المسجد الحرام للقادم. نعم. أبو عبد الله من الرياض، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. حياك الله شيخ صالح. حياك الله يا شيخ. عندنا سؤال في حما تبغى تضحي، هل تحقها توكل زوجها؟ نعم. تبغى تضحي لبوها وتبغى تحرم، هل تحرم يعني توكل زوجها يحرم عنها؟ كيف يحرم عنها؟ ما يعني تحرم هي عن نفسها، إذا أرادت تحج ولا تعتمر تحرم هي عن نفسها. لا، تضحية 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 هذا المضحية فضيلة الشيخ. ما يمنع هذا يا أخي؟ المضحية فضيلة الشيخ. نعم. إذا وكل شخصا آخر، هل له أن يأخذ من شعره وأظفاره؟ لا، هو ما سأل هذا السؤال، استفصل منه وش يريد. نعم يا أخي الكريم. شيخ عبد الكريم. نعم.
هي بتضحي وتبغى توكل زوجها. يسمعك الشيخ. نعم. اي وش السؤال عنه؟ هي بتضحي وتبغى توكل زوجها، هل زوجها شيخ؟ توكل زوجها وشو عليه؟ أنا ما يحرم عن حلق شعر وقص الأظافر. لا، اللي يحرم عليه حلق الشعر والأظافر اللي يريد أن يضحي، ما هو بالوكيل. اللي يريد أن يضحي هو اللي لا يحلق، هي ما تأخذ من 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 أظفارها ولا من شعرها ولو وكلت زوجها. طيب، بارك الله فيك، شكرا يا أخي. إذا مرض الإنسان فضيلة الشيخ وهو في منى ولم يستطع، هل له أن يوكل من يقوم بأداء بقية شعائر الحج عنه؟ لا، ما يوكل على رمي الجمار مثلا، على رمي الجمار. وأما الطواف والسعي يطاف به محمولا، يطاف به محمولا ولا يوكل. نعم. يوم عرفة يوم عظيم فضيلة الشيخ، بعض الناس ينصرف عن هذا اليوم ويشتغل بأمور لا تنفعه، فما المشروع في حق الحاج يوم عرفة؟ هذا يفقد أجرا عظيما. المشروع للحاج يوم عرفة أن يشتغل بذكر الله وبالعبادة والطاعة ويكثر من ذلك، هذا هو المشروع له في هذا اليوم العظيم. نعم. هذا الأخ السائل سوداني مقيم بالرياض يقول، هل أداء فريضة الحج مرتبطة بزيارة المسجد النبوي، وهل يكتمل الحج بدون الزيارة؟ نعم، يكتمل الحج بدون الزيارة. الزيارة تشرع في كل وقت وليس لها ارتباط بالحج، لكن إذا زار المسجد النبوي بعد الحج أو قبل الحج فلا بأس بذلك. أما من يظن أن الزيارة مربوطة بالحج، هذا فهم غلط، ليس لها ارتباط بالحج. لكن كانوا يفعلون هذا الحجاج اللي يأتون من بعيد، لأن هذا أيسر لهم، أن يأتون بسفر آخر من بلادهم، ينتهزون الفرصة ويزورون المسجد النبوي للصلاة فيه. نعم. عصام من المجمعة، تفضل يا عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ حياك الله، تفضل. نعم. فسؤالي، ما حكم العمرة إذا كنت لابس الحذاء؟ نعم. بعد السؤال. ما حكم العمرة إذا كنت لابسا حذاء نظيفا؟ لا بأس، الحذاء يجوز للمحرم أن يلبسه، لكن ما يدخل فيه المسجد الحرام ويدوس على، لأن هذا يأتي بغبار ويلوث المسجد الحرام. نعم. السؤال الثاني، ما فضل صيام يوم عرفة؟ نعم، تفضل. السؤال الثاني، كفر السنة الماضية والسنة المقبلة كما في الحديث. السؤال الثالث، ما حكم التطيب أثناء الإحرام؟ لا، ما يجوز التطيب أثناء الإحرام. التطيب قبل الإحرام بالبدن فقط، ولا الطيب الملابس، ولا الطيب ثياب الإحرام، إنما تطيب البدن قبل أن تحرم. نعم. يسأل فضيلة الشيخ، بالنسبة للإزار والرداء، إذا كان في إحداهما شيء من المخيط، هل يجوز الإحرام به؟ إذا كان فيه مخيط على البدن أو على العضو ما يجوز، أما إذا كان فيه شق من الشقوق أو خرق وخاطه لا بأس بذلك، ما يضر. نعم. يقول هذا السائل يا شيخ، ما الفرق بين هدي التمتع وهدي القران؟ لا فرق بينهما، لأن القران تمتع
لا فرق بينهما، حكم واحد. نعم. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ عن حج الصغير الذي لم يبلغ، يا فضيلة الشيخ هل تحسب له عن حجة الإسلام؟ لا، تكون نافلة له، فإذا بلغ تجب عليه حجة الإسلام إذا استطاع، وما حجه قبل البلوغ يكون نافلة له. نعم. يقول بعض الناس يا فضيلة الشيخ في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة يوكل ثم يرجع إلى بلده، ما يرجع حتى يكمل المناسك، إذا أكمل المناسك وطاف للوداع يرجع إلى بلده، أما أنه يوكل على بقية المناسك ويذهب إلى بلده هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ هذا يقول بأنه يسكن في الرياض وأيام العيد يذهب إلى بيت عمه، بالنسبة للأضحية هل تكفي أضحية واحدة أم لجميع من في البيت من العائلة؟ الأضحية عن الرجل وأهل بيته، أهل بيته، أما واحد زائره ولا ما يدخل في هذا، هذا يضحي هو في بيته، الزائر يضحي في بيته ما في بيت المزور. نعم. يقول بالنسبة لقراءة القرآن من يقول من يوم الثامن وحتى يوم عرفة، آخر يوم في ساعات عرفة، إذا خصص هذا بهذا الزمان يكون بدعة، أما إذا وافق هو يقرأ القرآن في سائر أيامه وافق أيام الحج يقرأ فيها القرآن هذا شيء طيب. نعم. أبو ماجد معنا على الخط، تفضل أبو ماجد. اقصر التلفزيون أبو ماجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. اقصر التلفزيون شوي، في تردد الآن. اقصر التلفزيون تفضل. لي ولد متوفي وعمره 21 كان يدرس في الثانوية، هل يلزمنا الحج عنه؟ شكرا. إذا كان له مال وهو بلغ وله مال فإنه يحج عنه من ماله، وإذا حججت أنت عنه تبرعا منك أجزى هذا إن شاء الله، أما إذا لم يكن له مال وحججت أنت عنه تبرعا هذا شيء طيب وينفعه بإذن الله. نعم. الأخت من السودان تقول هل هناك لباس معين بالنسبة للمرأة التي تريد الحج مع محرمها؟ المرأة في الحج تلبس ما جرت عادتها بلبسه مما ليس فيه زينة، تلبس ثيابا ساترة وليس فيها زينة من أي لون تلبسه نساء بلدها في الحج وفي غيره، ولكنها لا تلبس البرقع أو النقاب على وجهها، هي نهيت عن لبس البرقع والنقاب وعن القفازين على الكفين، نهيت عن هذين اللباسين فقط، وما عدا ذلك فتلبس ما جرت عادتها بلبسه مما يسترها وليس فيه زينة. نعم. السائل يقول بعض الناس في الحج يقعون في بعض الأخطاء وفي المناسك ولا يسألون الشيخ صالح إلا عندما يرجعون إلى منازلهم. نعم، الأخطاء تحصل، والأخطاء إن كانت في المناسك وأنه ترك شيئا من المناسك أو أداه على وجه غير صحيح فهذا لا بد، إذا كان الوقت باقيا لا بد من أداء النسك، أما إذا كان إنه مثلا إذا كان إنه نسي شيء من الأشياء المستحبة والمندوبة هذا شيء عليه في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مرزوق معنا من الدوادمي على الخط، فضل مرزوق. اكسر التلفزيون يا مرزوق. السلام عليكم. عليكم السلام. والسلام. عندي سؤال يا فضيلة الشيخ. تفضل. والدي ووالدتي متوفين وبضحي عنهم، هل يجزي ضحية واحدة ولا كل واحد له ضحية لحاله؟
تكفي واحدة يا أخي، تكفي واحدة فيها بركة إن شاء الله، إذا كانت تبرعا منك. أما إذا كان وصية الوصية تنفذ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الشيخ، ما الأعمال المشروعة في يوم التروية؟ مشروعة في يوم التروية أنه يحرم في الصباح، يحرم في الصباح ويتجه إلى منى كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، أمرهم فأحرموا من منازلهم في مكة وذهبوا إلى منى في اليوم الثامن، ويجلسون في اليوم الثامن ليلة يوم الثامن وليلة التاسع في منى، يصلون الصلوات الخمس قصرا بلا جمع، هذا هو المستحب لهم، يشتغلون بالتلبية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عمي ملي ولله الحمد وعنده خير، ولكنه لا يضحي، هل الأضحية واجبة؟ الذي عليه الجمهور أن الأضحية مستحبة وليست واجبة، وفيها فضل عظيم. نعم. محمد من حائل، تفضل يا محمد. دام فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال للشيخ، طال عمرك، نعم، هل الحملات اللي يرفعون الإيجار الآن صار عقبة يا أمام بعض المسلمين اللي ما يتمكنون من دفع الإيجار، هل عليهم إجر امتناع؟ وبعض الناس قام يحج بدون رخصة تهريب وما يسمونه، وكله أعمال أسباب. طال عمرك، هذا سؤال الأول. الثاني، لحظة يجاوب الشيخ. لحظة، تفضل يا شيخ. يا أخي، الحج مع الحملات اللي يستطيع يحج معهم عنده مال ويستطيع يدفع لهم المال الذي يشترطونه عليه، المسلمون على شروطهم، لكن لا ينبغي لأصحاب الحملات أن يصعبوا على الحجاج وأن يرفعوا عليهم الآجار، عليهم أن يساعدوهم وأن يتسامحوا معهم ويسروا لهم الأجر في ذلك. نعم. المحافظة على الأنظمة أمر مطلوب فضيلة الشيخ، لعلكم توجهون الذين يذهبون بدون تصريح. لابد من التقيد بالأنظمة، لابد من التقيد بالأنظمة، لأن هذا من صالح الجميع، من صالح الجميع التقيد بالأنظمة، وفيه طاعة لولي الأمر فيما هو من صالح المسلمين والحمد لله، وهذا أحفظ للنفس وأحفظ للمال وأحفظ للآخرين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: حفظت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، هل يعني ذلك بأنه يشرع؟ كل أمر. نعم. كل أمر. كل أمر. نعم. هل يشرع كل أمر؟ كل أمر ذي بال، فهل يعني ذلك شيخ أنه يشرع لي؟ نعم، الحديث فيهما. إيش يشرع؟ هل يشرع لي أن أقول بسم الله في كل عمل أقوم به، سواء فيما يتعلق بالعبادات أو العادات؟ نعم، الأمور كل أمر ذي بال، يعني مهم، الأمور المهمة، أما الأشياء التي ليست مهمة لا يشرع فيها ذلك. نعم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة للتلبية، إذا ترك الإنسان التلبية في أيام الحج فضيلة الشيخ، فما هو الحكم؟ لا حرج عليه في ذلك، والتلبية سنة وليست واجبة، وفيها فضل عظيم، ولكن إذا تركها فحجه وعمرته صحيحان إن شاء الله. نعم. من عليه ديون فضيلة الشيخ، هل يحج؟ إذا كان المال يضيق عن الحج والديون يبدأ بالديون وليس عليه حج، أما إذا كان المال كثير يتسع للحج ويتسع للديون فهذا يحج ويعتمر والحمد لله. نعم. فهد من الرياض، تفضل يا فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مسي عليكم جميعا إن شاء الله. الله يحييك، تفضل.
يا شيخ الله يطول عمرك يحفظك إن شاء الله ويعز فيكم الدين. فيه سؤال عن الأضحية. تفضل. فيه الوالد موجود لله الحمد وهو يسوي يذبح أضحيته كل سنة. فالسنوات الماضية كنا معه يعني في نفس البيت، فالحين تعرف يعني صرت أنا في بيت وفي مدينة ثانية وفي بعض الأخوان في كل واحد في بيت الحالة، فهل حنا نكون في ضحية الوالد هذه ولا يصير كل واحد ضحية الحالة؟ كل واحد يضحي في بيته، يضحي عنه وعن أهل بيته ضحية واحدة. يعني احنا الحين يصير كل واحد اللي طلعنا من بيته كل واحد يضحي الحالة في بيته؟ نعم كل واحد يضحي في بيته. الله يعطيك العافية ويقويك إن شاء الله. شكرا. ترى في ارتداد. طيب فضيلة الشيخ في ارتداد. نعم لعلكم تعالجون هذا يا أخوان. متصل. الصابون المعطر هل يستخدمه الحاج يا شيخ؟ تجنبه الحاج ما دام له رائحة تبقى على اليد وتشم فإنه يتجنبه المحرم بعد الإحرام. نعم. إذا حاضت المرأة وهي في أيام الحج ماذا يلزمها؟ تحرم وهي حائض لا بأس، ولكنها ما تطوف بالبيت حتى تطهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تفعل ما يفعل الحاج، قال صلى الله عليه وسلم للحائض افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول بالنسبة لكتب المناسك أريد أن أخذ كتاب صغير أقرأ به وأستفيد، بماذا تنصحونني؟ في منسك الشيخ ابن باز، منسك جيد ومركز على الأدلة ومبسط وفيه خير كثير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يسأل هذا السائل عن ماء زمزم للاغتسال، هل يجوز أن استعمل ماء زمزم في الطبخ والاغتسال؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يطبخ منه ويغتسل منه ويتنظف منه لا بأس بذلك. هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول هل هناك علامات للحج المبرور ذكرت؟ الحج المبرور لا يعلمه إلا الله، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما في الحديث، والحج المبرور هو المقبول عند الله سبحانه وتعالى والذي أدي على الوجه المشروع، هذا هو المبرور. نعم. فهد معنا على الخط، تفضل يا فهد. السلام عليكم. عليكم السلام. والسلام. سؤالي للشيخ الله يطول لي عمرك، انا كنت ناوي احلق اليوم لاني بحرم للاضحيه، اني بضحي، ولما انقطع عندي المويه نويت الحين اضحي، وقالوا لي لا ما دام دخل الشهر ما تقص لان ظافري طوال شوي شعري، فودي احرم الان، يعني هل يجوز اني احرم الحين يعني للاضحيه يعني اقصر واحلق الاضحيه يا اخي ليس لها احرام، انما اذا اراد ان يضحي يمسك عن شعره واظفاره حتى يضحي. يجوز ان حين ينوي الى ان يضحي يمسك عن شعره وعن اظفاره. يعني الان يجوز احلق يا شيخ؟ أنت نويت الضحي الآن؟ لا أنا ناوي إني أحلق اليوم وأضحي، طبعا إن شاء الله أني ناوي أضحي من زمان. إيه إذا كان دخلت العشر لا يجوز لك خلاص. طيب يعني ما أحلق ولا أقص ضعفي الآن. طيب خلاص يا أخي إذا دخلت العشر وأنت بتضحي لا تفعل شيء من هذا حتى تذبح أضحيتك. طيب نعم. هذا يسأل يا شيخ عن طواف الوداع بالنسبة للحاج، ومن ترك طواف الوداع ماذا يلزمه؟
إذا كان سافر وترك طواف الوداع يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. أما إذا كان قريبا من مكة ويمكنه الرجوع وطواف للوداع يرجع ويطوف للوداع ولا شيء عليه. لكن إذا بعد مسافة قصر فأكثر فإنه يكون ترك طواف الوداع ويكون عليه فدية بدلة. نعم. أيضا تسأل الأخت بالنسبة للمرأة فضيلة الشيخ إذا جاءها الحيض وبقي عليها طواف الوداع متى تؤديه؟ ما عليها وداع، الحائض ليس عليها وداع، إذا كانت طافت للإفاضة فإنها تسافر وليس عليها طواف وداع، لقوله في الحديث أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم. أحسن الله إليكم، يوم العيد ما الأعمال المشروعة فيها وما معنى حديث الرسول أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج؟ بالنسبة للحاج افعل يعني اللي تقدم أو أخر شيء من أعمال الحج يوم العيد، الطواف، الرمي، حلق الشعر، حلق الرأس، ترتيبها أحسن، أولا يرمي ثم ينحر هديه إذا كان معه هدي ثم يحلق رأسه ثم يطوف ويسعى، هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أن قدم بعض هذه الأشياء على بعض فلا حرج عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر من هذه الأمور الأربعة إلا قال فعل ولا حرج. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح الفوزان وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. استفدنا الحقيقة من هذه الإجابات الموفقة المبنية على الكتاب والسنة فيما يتعلق بأحكام الحج والعمرة من شيخنا الكريم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.